سلام الله عليكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المشهد المغاربي. البداية من ليبيا. محاولات فائز السراج ضم خليفة حفتر إلى حكومة الوفاق الوطني، هل تخرج ليبيا من عنق الزجاجة؟ سؤال سيبقى مطروحا في ظل سعي رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج للخروج من الأزمة، وفي ظل أفق لا يزال مسدودا أمام جميع الحلول تقريبا. فهل أن محاولات التوافق وضم كافة الفصائل الليبية التي كانت تتصارع خلال الفترة الماضية وتسوية الخلافات بشكل سياسي وبناء، وكذلك العمل على بناء مؤسسات الدولة تحت قيادة موحدة، يمكن أن يكون مخرجا للأزمة الليبية؟ أم أن المخرج الحقيقي هو بيد قوى خارجية لا تزال تدير ساحة الصراع هناك؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدي الكرام نحاول الإجابة عنها في هذا الجزء المتعلق بليبيا. ورحب مباشرة بضيفي من تراب من إسطنبول، الكاتب الصحفي الأستاذ فايز السويري. أستاذ فايز مرحبا بك. ما هي خلفيات محاولة القفز على اتفاق صخيرات الذي كان يقضي في بنده الثامن بعدم تشريك خليفة حفتر ونقل القيادة العامة للجيش للمجلس الأعلى للدولة؟ خلفيات القفز على هذا الاتفاق على الأرض وعلى المستوى كذلك الدبلوماسي بتقديرك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو حقيقة أن خليفة حفتر منذ البداية وهو لم يكن مقتنعا بهذا الحوار، وهو يعني للمتابعين للشأن الليبي يعلمون جيدا، استثناء طبعا مؤيدوه أو مؤيديه الذين يعني يتطرفون في تأييده، وإلا فالناظر إلى خليفة حفتر والخطوات التي يتخذها منذ البداية، بل منذ يعني انخراطه في انقلاب 69، وهو رجل سلطوي يبحث عن دور رئيس في البلاد. وما جاء به حوار او اتفاق الصخيرات هو يعني يحجم دور خليفة حفتر في كونه له دور في الجيش الليبي، وله دور معناها انه يعني هناك اشخاص كثيرون الى جانبه لهم ادوار معه في مثل المستوى. هذا طبعا هذه مسألة لا يريدها خليفة حفتر ولا أتباعه ولا مؤيدوه من الطرف الشرقي التابع للبرلمان. هو يرى في نفسه أنه يسعى إلى الحكم كشخص، كحكم مفرد، كشخص واحد لا يشاركه أحد في الحكم. وعلى هذا الأساس بدأ في عملية ما يسمى بعملية الكرامة، واتخذ لها ذرائع عدة على رأسها محاربة الإرهاب، بينما زاد الإرهاب والقتل والدمار في مدينة مغازي التي انطلقت فيها هذه العملية. فبالتالي هو سواء وجد اتفاق الصخيرات أو أي اتفاق آخر، فخليفة حفتر في تقديري وفي متابعتي له لا يرضى إلا أن يكون الرجل الأول في البلاد، وبالتالي هذا يعني هو الأصل في عملية رفضه لهذا الحوار. طيب سيد فايز خليك معي، سأعود إليك. معي من بنغازي الأستاذ خالد ترجمان الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ خالد. ما دلالات الآن التوافق أو الاتفاق أو العمل على ضم خليفة حفتر إلى الحكومة الجديدة، حكومة فايز السراج؟ هل سيساهم هذا في اقتراب شرق ليبيا إلى غربها؟ أهلا بك سيد سمير، ودعني أقول لك لأنني لم أسمع الكلمة الأخيرة من ضيفك الذي كنت تحاوره قبلي، والذي يتحدث عن أن حفتر يريد أن يكون الحاكم الأوحد لليبيا. أقول لك أن المشهد غير مفهوم لدينا في شرق ليبيا. لماذا؟ لأن هناك من يريد أن يفهم هذا المشهد، هذا من ناحية. هناك من يريد أن يشوه هذا المشهد، هذا من ناحية ثانية. الناحية الثالثة، هناك من لا يرغب في توافق حقيقي للبلاد. ربما في كثير من مداخلاتي معكم أعول كثيرا على شيوخ القبائل، وأعول كثيرا على الأعيان، وأعول كثيرا على أن هذا الخطاب في ليبيا قد حل الإشكال في الخمس في بعد الحرب العالمية الثانية، وأسس لدولة ليبيا الأولى. هذا المعول الآن ربما شاهدتموه في أكثر من مكان، شاهدتموه في نالوت، تشاهدونه الآن في شقرة، وربما بعد فترة في منطقة من مناطق الشرق، وبعد ذلك في منطقة من مناطق الغرب. هذا من
ما يضمن هو ما بين الليبيين. أما قضية حفتر فلعل الإخوة الذين يستفيدون أو يطبلون لهذا الموضوع أن يرموه وراء ظهورهم. المشير خليفة حفتر بوضوح ونحن معه في شرق البلاد لا يريد. ما الذي أستاذ خالد ما الذي جعل البعض في ليبيا وفي خارج ليبيا الآن بعد اتفاق الصخيرات الذي كان يقضي بإبعاد خليفة حفتر، ما الذي جعل الآن الكثير يعود إلى السيناريو الأول وهو ضرورة تشريك خليفة حفتر؟ هل فرض الرجل نفسه على الأرض على الواقع أم ماذا وراء هذا القفز على اتفاق الصخيرات؟ الرجل نعرفه عن قرب. هذا الرجل مهمته الأساسية هنا من انطلقت من شرق البلاد محاربة الإرهاب، محاربة تنظيم داعش، محاربة الدروع، محاربة كل من يمتشق السلاح لتعطيل بناء الدولة. ولعل أقرب مثال لذلك ما قام به عندما قام بعملية نوعية خاصة في أقل من أربع ساعات تم طرد هذا المدعو الجدران من الحقول التي استولى عليها طيلة ثلاث سنوات وسول على أموال الليبيين وعطل التنمية وعطل تصدير البترول، وثم تلمع خلال ثلاثة أيام إلى الجدران كان حليفا لخليفة حفتر لوقت قريب يا أستاذ خالد، لا تنسى هذا. نعم الجدران كان حليفا لخليفة حفتر لوقت قريب، يعني هو ما هاجم قوات الجدران حينما أعلن الأخير انضمامه لحكومة الوفاق الوطني. يعني اسمعني انا اعلم من هو الجدران واعلم من هو خليفه حفتر. إيه هذا الكلام لم يخرج ولم يقل عن الرجل حينما كان حليفا لخليفه حفتر، صح خرج الان بعدما اقترب من حكومه الوفاق. يعني لا 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 اسمعني سيد سمير، انت نفسك تجعل الاشياء وتلونها بالوان مختلفه. لم يكن يوما ما حليفا لخليفه حفتر، لم يلتقي به يوما ما، كان دائما يقول عليه انه صادق لثروه الليبيين ولا بد من الاحتفاظ منه. هذا الامر لم يحدث على الاطلاق. السيد خليفه حفتر وضعه واضح، لا علاقه له بالمشهد السياسي. لا يمكن ان يورط بان يكون جزء من الصراع السياسي الحادث، هو بمنع عن هذا الصراع، هو مهمته الاساسيه فقط تخليصنا من الارهاب، تامين البلاد. طيب خلاص دوله حقيقيه، دوله مدنيه. اما محاوله توريط السيد خليفه حفتر فربما كانت واضحه عندما رفض مقابله السيد كوبلر، وكذلك الان يرفض مقابله وزير الخارجيه الايطالي لانه لا علاقه له بالسياسه. طيب خلاص استاذ خالد خليك معي لو سمحت، سأعود إليك لما وصلت هذا النقاش. أستاذ فايز السويري ما تعليقك على هذا الكلام؟ إذن خليفة حفتر هو واقع موجود لا علاقة للرجل بالسياسة، علاقته أصلا هو من أجل إنقاذ ليبيا من الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية كما كان يذكر خالد الترجمان، ولذلك هو لا يلتقي أساسا لا كوبلر ولا غيره ممن يشتغل في الموضوع السياسي. هل أن الأمر بهذا الشكل أم أن حتى العملية العسكرية التي يقودها منذ ثلاث سنوات تقريبا الآن عملية الكرامة لها بعد سياسي في نهاية الأمر وهو فرض مجموعة أو سياسية أخرى ربما على رأسها المجلس في طبرق على الواقع الليبي كما يقول أطراف آخرون؟ يعني هو بداية يعني ضيفك الكريم تحدث وقال أول كلمة له أن العملية في الشرق ليبيا غير مفهومة، هو حكم على نفسه بأنه لا يفهم هذه العملية، فبالتالي يعني الكلام الذي ردده كثيرا هو كلام ينطلق من شخص يعترف بانه غير فاهم للعمليه، بالتالي غير مسؤول هذا الكلام وغير معتد به. خليفه حفتر اذا كان لم يلتقي كوبلر فهو التقى السيسي عده مرات، والتقى الساسه المصريين عده مرات، والتقى ساسه روسيين وساسه اردنيين عده مرات، وغيرهم من الساسه من الدول التي تدعم خليفه حفتر، وبالتالي هو ليس بعيدا عن السياسه بل هو الذي يحرك المساله السياسيه برمتها في المنطقه الشرقيه، وهو الذي يتحكم في برلمان طبرق، وهو الذي يسمح بانعقاد الجلسات او عدم انعقادها، وهو الذي يتحكم في الشخصيات المسيطره على البرلمان والكتل التي لها ثقل في البرلمان. طيب وبالتالي هو غاطس يعني ومنغمس في هذه في العمليه السياسيه. طيب سيد فايز حتى نمضي إلى الأمام، يعني الخطوة الآن خلينا من الماضي، الآن انضمام السيد خليفة حفتر
سواء كان له أثر في العملية السياسية أو ليس له علاقة بها مطلقا، انضمامه إلى حكومة الوفاق الوطني هل سيعين على تهدئة الأمور وحقن الدماء والجلوس إلى طاولة الحوار؟ هل سترفع الأسلحة بهذا المعنى ويبقى الصوت الأعلى هو صوت السياسيين في البلاد، أم أن الأمر سيستمر على ما هو عليه؟ يعني هذا هو السؤال. هو نعم، هو لكن هذا افتراض غير واقعي حقيقة، لأن خليفة حفتر لن يقبل بهذا، وتعثر الاتفاق السياسي وتعثر منح الثقة للحكومة كل هذا مبني على أن خليفة حفتر لا يرضى بهذا. خليفة حفتر لا يريد إلا أن يكون الرجل الأول. السيد وزير الدفاع المهدي البرغثي كان يدا من أيدي كرامة الضاربة في مدينة بنغازي، وكان يملك أكبر كتيبة في مدينة بنغازي تقاتل إلى جانب قوة كرامة، ولكن بمجرد أنه رضي بالاتفاق السياسي تقلد منصب وزير الدفاع نصبه حفتر العداوة وحاول اغتياله في حادثة مشهورة في مدينة بنغازي، وحوصر الأيام الماضية في كتيبته واستطاع أن يخرج لأنه تقلد منصب وزارة الدفاع التي من المفترض أن يكون خليفة حفتر إن رضي بالاتفاق السياسي تحت قيادتها، بمعنى وزير الدفاع هو الذي يقود خليفة حفتر. هذا لا يرضى به خليفة حفتر. خليفة حفتر ينظر إلى نفسه معمر قذافي الثاني في ليبيا، ويعني الحاكم يسعى إلى الحكم وإلى إعادة الحكم العسكري، ورأينا سيد فايز بمعنى سيد فايز فقلب المنطقة الشرقية بأكملها إلى منطقة عسكرية، وعين عمداء بلديات عسكريين بدلا عن العمداء المنتخبين، بل عين حتى تدخل حتى في تعيين رؤساء شركات ومديري ورؤساء مجالس إدارة في شركات ومؤسسات مدنية. واضح جدا سيد فايز. فايز السويري شكرا جزيلا لك، كنت معي من طرابلس. حسب رأيك أنه الخليفة إذن لا حفتر لن يرضى بنفسه إلا بنفسه بديلا عن الموجود الآن. خالد ترجمان، هل أن الأمر كذلك، وما الذي سيغيره لو قبل، ما الذي سيتغير على الأرض في ليبيا لو قبل خليفة حفتر بالانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني تحت قيادة فايز السراج؟ لأن الأخبار تتحدث الآن عن أن خليفة حفتر يشترط انضمامه لحكومة الوفاق الوطني بحل باقي ما يسمي هو الميليشيات، يعني باقي الكتائب الأخرى المسلحة. أولا لم أعرف ضيف اثنين، ولكن أعتقد أن الأمر يجب أن ضيوفا تحترم ولا تشخصن، مثلا عندما يقول أو يتقول على لسانه بأن يقول شافا مشهد، أنا أقول بأن مثل أو لا يفهم مشهد، لأن مثله لا علاقة له بالشرق ولا علاقة له بما يحدث من قتال ضد التنظيمات الإرهابية والإرهاب في بنغازي، وبالتالي عليه أن يعلم المشهد ويعلم أن يقاتل ضد الكتاب من عام 1973. جيد. ربما لم طيب أستاذ خالد، الوقت ما عادش عندي وقت. اسمعني يا أستاذ خالد، جاوبني على سؤال، أسمح لك، جاوبني على السؤال. يعني أنا أقول لك فايز السراج والمجلس الرئاسي ولد ميتا، قلنا كلمتنا في بنغازي عندما تم توقيع الاتفاق. إذا ولد ميتا لماذا يقبل خليفة حفتر بالتحاور معه وبلقائه وبدعوته والتشاور معه؟ إذا لماذا، وهذا شكل أشكال الاعتراف به يعني في النهاية. هذا لو حدث سيكون مرفوض من الشعب في بنغازي. حدث مش لو حدث يا أستاذ خالد، نحن نتحدث عن وقائع. هذا اللقاء بين خليفة حفتر وبين السراج حصل، وتصريحات السراج أكثر من مرة التي تدغدغ مشاعر خليفة حفتر كما يقول البعض بالالتحاق بنا موجودة، وخليفة حفتر اليوم الصحافة تكتب أنه وضع شرطا للالتحاق بالحكومة. أستاذ خالد اسمعني يا أستاذ خالد، الخليفة حفتر قال أنه مستعد للالتحاق بحكومة الوفاق بشرط حل باقي ما يسميها الميليشيات، يعني الرجل مستعد للالتحاق بهذه الحكومة، وأن تقول لي أنه ولدت ميتة هذا لا يتناسب. يعني اسمح لي، أنت دعني أتحدث. أنا لم أسمع السيد المشير خليفة حفتر يقول هذا الكلام. هذه الصحافة ما تقول الصحافة، هذا موجود في وسائل الإعلام. يعني تقول الصحافة تتقول على لسان المشير. المشير لم يستقبل السيد سراج إلا مرة واحدة في المرش، ثم بعد ذلك غلبت الطاولة على رؤوس الأخوة في طرابلس، لأن السراج حضر إلى المشير، وبالتالي بعد ذلك لم يقابله ولن يحدث ذلك. أقول لك ذلك هنا من بنغازي وسجلها علي، لم نقبل بحكومة السراج ولا بهذا المجلس الرئاسي المرتهم للغرب. هذا السيد فايز
مصطفى فوزي محمد بن مصطفى بن محمد آغا السراج الذي فرض بأجندة خارجية لن يكون لهذا المجلس أي حياة في ليبيا. جدا أستاذ خالد ترجمان، الحوار يبدو أنه لن ينتهي وسيبقى متواصلا على الأقل في وسائل الإعلام، يعني وأنت ستكون صار دائما ضيفنا في هذا الإطار لوجهة نظرك المختلفة والمتميز. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، كنت معي من بنغازي عبر الهاتف. قبل أن أذهب إلى فاصل، معي من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صلاح البكوش. أستاذ صلاح مرحبا بك. سؤال حول الوضع في ليبيا، وهل أن مسألة أو ما يدور في وسائل الإعلام على الأقل من انضمام أو إمكانية انضمام خليفة حفتر لحكومة الوفاق الوطني بشروط هو يفرضها، هل سيكون المخرج لأزمة ليبيا؟ أنا أعتقد أن حفتر مشروع يختلف تماما عن مشروع الاتفاق السياسي، ولا أعتقد أنه من السهل أو ربما حتى الموافقة بين المشروعين. كما نرى الآن ما يقوم به خليفة حفتر في منطقة يدل بكل وضوح كما قال ضيفك من وضع حاكم عسكري واستبدال عمداء البلديات بمجالس عسكرية وما إلى ذلك، هذا يدل على أن الرجل ليس بالدخول في اتفاق سياسي. ثانيا أنا كنت عضو في الوفد المحاور المؤتمر الوطني العام في مفاوضات الصفقات، وكنا نتفاوض مع مجلس النواب الذي يقول أن لديه جيش وأن وضع عليه قائدا عاما هو حفتر. الآن يجب أن نحدد هل حفتر جسم منفصل تماما عن البرلمان أم ماذا، حتى نتبين الأمر، هل نحن نتفاوض مع البرلمان وتحت من وعين قائدا عاما أم نتفاوض مع قائد عام تحت منه برلمان. هذه هي المشكلة الآن، وإلى أن تحل هذه المعضلة أعتقد أنه من الصعب جدا الجلوس والتفكير في حل توافقي. واضح جدا أستاذ صلاح البكوش، ستبقى معنا لنتحول للموضوع المغربي ونتائج الانتخابات المغربية في المنظور المغاربي. إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم مجددا. لا المغرب الآن لفهم ما جرى في الانتخابات المغربية واستيعابه لا بد من طرح جملة من الأسئلة والبحث لها عن أجوبة. أول هذه الأسئلة، لماذا يتقدم الإسلاميون المشاركون في اللعبة السياسية في المغرب بينما بقي من قاطعها من الإسلاميين مكانهم؟ ولماذا يفوز إسلاميو المغرب بينما يتراجع أو يضطهد إسلاميو دول أخرى؟ وهل أن نتائج انتخابات المغرب راجعة إلى طبيعة المنافسين داخل اللعبة السياسية وبحث كل منهم عن موقع داخل الدولة أو بالأحرى عن موقع أقرب للقصر، أم هو راجع إلى إرادة القصر نفسه الساعية إلى الالتزام بوعودها باحترام إرادة الشعب وبتطبيق الدستور المعدل؟ أم أن السبب في ذلك كله هو راجع إلى الإسلاميين أنفسهم الذين يبحثون عن الامتداد داخل المجتمع المغربي ولكن بلطف وتؤدة؟ هذا هو موضوع حديثنا إذن، نتائج الانتخابات المغربية ورأي المحللين السياسيين المغاربة بصفة عامة، المغرب العربي فيها. أعود وأرحب مرة أخرى بالأستاذ صلاح البكوش الكاتب والمحلل السياسي معي من طرابلس. مرحبا بك مجددا أستاذ صلاح. فيما يتعلق بنتائج الانتخابات والتي أفرزت مرة أخرى الحزب ذو المرجعية الإسلامية العدالة والتنمية، بالنسبة إليك لماذا صوت المغاربة لهذا الحزب مرة ثانية؟ أعتقد أولا يجب أن نثني على المغاربة جميعا حكومة وشعبا وملكا على نجاحهم للمرة الثانية على التوالي إجراء انتخابات برلمانية نزيهة إلى حد كبير حسب التقارير الدولية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أعتقد أن فوز حزب العدالة والتنمية، أعتقد أن مرجعه إلى أن ليست هناك اختلافات جوهرية على الإطلاق بينه وبين الحزب الذي تحصل على المرتبة الثانية، وخاصة وهذا ربما مدعاه أن هناك مساحة ضيقة للمناورة في اتخاذ أستاذ صلاح التاني. لكن نعم. أجد ربما البعض يجد من الصعب استساغة ما تقول أنه ليس هناك فرقا بين العدالة والتنمية وبين الأصالة والمعاصرة. أنت تعلم إلى حد الآن كل التحالفات مع باقي الأحزاب ممكنة إلا مع حزب الأصالة والمعاصرة. أنت تعلم أن الحزب الأصالة والمعاصرة كذلك حينما جاء بخط واحد، يقولون كثير من المتابعين المغاربة أنه ضد النموذج المجتمعي الذي يطرحه العدالة والتنمية، ضد مشروع العدالة والتنمية. فكيف يمكن الجمع، يعني لا يمكن الجمع بينهما في مشروع واحد؟ دعني أدلل على ما أقوله. أنا عندما تلاحظ متى أخرجت الأحزاب برنامجها الانتخابي كان متأخرا جدا، وهو ما يدل على أنها تعرف بأنه ليس هناك اختلافات جوهرية. التي نحن نتكلم عن اختلافات جوهرية يمكن تطبيقها. القصة قصة اقتصادية بالدرجة الأولى، البطالة بين الشباب أكثر من 20%، والبطالة عامة 10%، لم تحقق المغرب ما أرادته من نمو اقتصادي حوالي 5.6%، والفساد في 2012 كان المعدل 34، هبط الآن على مدى الأربع سنوات الماضية إلى 33 ولم يتحرك. القصة يا سيدي هو أن ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة؟ التعديلات الدستورية لم تعطي الحكومة تلك القدرة على تبني برامج مختلفة جوهريا وتطبيقها. نعم. وعلى هذا الأساس تجد أن حزب الأصالة ربما نظرته ليبرالية تماما عن حزب العدالة والبناء، ولكن في الواقع ما الذي يمكن يطبقه عندما يصل الحكم؟ واضح. هو الكثير يقول أنه فعلا كما أشرت أنت أنه البرامج وكأنها النسخة مطابقة للأصل، حيث أن كثير من مراكز الدراسات هي التي تصنع وتكتب هذه البرامج للأحزاب، وحتى الإسلاميين في المغرب مشروعهم يبدو أنه ليبرالي أقرب كثيرا للمشروع الليبرالي المطروح من الأصالة والمعاصرة. سأعود إليك أستاذ صلاح لمواصلة النقاش، ورحب الآن بالدكتور عبد العالي الرزاقي أستاذ العلوم السياسية معي من الجزائر. أستاذ عبد العالي مرحبا بك.
لذلك شهدنا وتابعنا أثناء الحملة الانتخابية محاولة لتحجيم نفوذ الإسلاميين، محاولة لشيطنة الإسلاميين، محاولة للقول أن الإسلاميين لو انتخبوا فإن السيناريو السوري سيكون قريبا من المغرب. هناك محاولات كثيرة إذا لتحجيم نفوذهم في الشارع، لكن برغم هذا جدد المغاربة ثقتهم في حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية. ماذا يعني ذلك بالنسبة إليك؟ هل يعني أن المؤسسة الملكية ما زالت ملتزمة بوعدها للشعب بعد حركة 20 فبراير، وهو احترام إرادته واحترام كذلك الدستور الذي نتج عن 20 فبراير، أم أن الأمر يعود إلى قدرة هؤلاء الإسلاميين على المناورة ويعني استغلال الفرصة في الوقت المناسب؟ يعني في النقطة الأولى النظام الملكي حافظ على التزامته، وبالتالي فكانت فرصة للإسلاميين بأن يجددوا وجودهم عهدة ثانية. لكن أهم شيء حدث في تقديري في المغرب أنه تشكل قطبان أساسيان، قطب المعاصرة وقطب العدالة. هذان القطبان إذا يمكن أن نقول أنهما مستقبلا سيشكلان تجربة مهمة في المغرب العربي. الخاسر في هذه الانتخابات هم الأحزاب التقليدية القديمة التاريخية واليسار. هذه لأول مرة تراجع، وأعتقد أن هذا ستكون له انعكاسات على بقية أقطار المغرب العربي. ما هي الانعكاسات دكتور عبد العالي؟ أولا بالنسبة للجزائر أعتقد كذلك ستخسر الأحزاب التقليدية والأحزاب اليسارية، وستظهر تشكيلة إسلامية جديدة ربما يكون لها دور. لكن مع الأسف الشديد أن الدستور المغربي يسمح للأغلبية بأن تشكل حكومة، أما الدستور الجزائري فلا يسمح للأغلبية بتشكيل الحكومة، لأن رئيس الحكومة هو يعين من طرف الرئيس، وليس بالضرورة أن يكون من الأغلبية أو الأقلية أو يمكن أن يكون أي شخص. وبالتالي فالدستور الجزائري لا يحفز على ظهور أحزاب، ولكنه سينهي ربما مرحلة التعددية في الجزائر. طيب يعني بالنسبة إليك إذا ممكن القول دكتور حتى نفهم كلامك أكثر أنه التوافق بين القصر وبين هؤلاء الإسلاميين معناها هو السبب في التجديد واستمرار هذا ما يسمى بالإصلاح في ظل الاستقرار، وليس إرادة الشعب هي التي تفرض ذلك؟ لا ليس هذا المقصود. المقصود أن هناك نظام ملكي إسلامي، هذه الدرجة تلعب دور أساسي. إذن يقبل بالتيار الإسلامي ويقبل بالتيار غير الإسلامي. لكن إلى أي دكتور عبد العالي؟ الخيارات هي خيارات شعبية. دكتور عبد العالي. لها علاقة بالملك. دكتور عبد العالي، لكن إلى أي مدى هذا النظام الملكي يقبل بالإسلاميين؟ ما عندوش خيار. لأنه رياح الربيع العربي عندنا هبت على كثير من الدول العربية. المغرب كان سباقا إلى إنشاء دستور، وهذا الدستور هو يحترمه، النظام الملكي يحترمه. إذا يمكن الاستفادة من النظام المغربي فيما يتعلق بالدستور بالنسبة للأنظمة الملكية في الوطن العربي، يمكن أن يكون قدوة لهذه الأنظمة وليس للأنظمة الجمهورية. طيب السنة القادمة ستكون سنة الانتخابات في الجزائر، ما المتوقع؟ هل ستكون على النموذج التونسي، على النموذج المغربي، أم على النموذج الجزائري القديم يعني؟ والله يبدو لي أن رجال المال هم الذين سيتحكمون في مصير الانتخابات. لا أعتقد أنه الآن الجانب الذي كان يقوم بتصوير الانتخابات ويرشح هذه الكتلة على حساب انتهى، وهو الديارات الاستخبارات. فإذا الآن التصوير سيكون بطريقة جديدة. ما هي آليات التصوير الجديدة؟ لا نعرف. التغيير الولائي، يعني آلية التزوير ستبقى موجودة، بس من يشرف عليها هو الذي سيتغير يعني؟ لا، آلية التزوير سابقا هو الاستخبارات، بمعنى الاستخبارات هم الذين يعينون لأي مرشح. دي ار اس هم اللي يعينون. الآن
هل الولاد سيقومون بدور هذا؟ هل الإدارة ستقوم؟ هذا هو الذي لا نعرفه. صحيح أن الرئيس اختار أو اقترح وفق الدستور شخصية إسلامية لرئاسة لجنة المراقبة المستقلة، ولكن هذا الإسلامي أو غيره لا معنى لوجوده ما لم يكن هناك واقع حقيقي. الواقع الحقيقي في الجزائر لا علاقة بالعدالة. فإذا المسألة ما دام العدالة غائبة، أي انتخابات يمكن أن تجد نزيه؟ شكرا جزيلا لك دكتور عبد العالي الرزاقي أستاذ العلوم السياسية، كنت معي من الجزائر. كمال بن يونس الصحفي والمحلل السياسي، ورحب بك معي عبر الهاتف من تونس. أستاذ كمال، تصويت 1,800,000 شخص لصالح الحزب العدالة والتنمية، لماذا بتقديرك؟ هل لأنه حزب محافظ ذو مرجعية إسلامية يتبنى الخطاب الديني ربما حتى في خطاباته وفي كلام رموز، أم لأن المغاربة جربوا هذا الحزب لخمس سنوات ووجدوا أنه أنظف من أنظف الأحزاب يدا، وبالتالي يستأمنونه مرة أخرى؟ وطبعا نهني الشعب المغربي على نجاح تجربته الديمقراطية، ويمكن أن نقول أن الآن يمكن الحديث عن الاستثناء المغربي بعد أن كان الحديث سابقا عن الاستثناء التونسي الاستثناء العربي في دول ما سمي بالربيع العربي. لكن في نفس الوقت الظاهر العام ما وقع في هذه الانتخابات وما وقع في أول انتخابات أفرزت الاتحاد الاشتراكي والمعارضة اليسارية السابقة في عهد المرحوم محمد الحسن الثاني، الملك حسن الثاني، يعني نسبة المشاركة ونسبة الأصوات التي يفوز بها الحزب الأول الذي حصل على حوالي 30% هي نسبة أقل من 30% من الأصوات المصرح بها، والذين شاركوا في التصويت هم أقل بكثير من نصف الشعب المغربي. لكن عموما أعتقد أن الشعب المغربي صوت لأمرين، صوت للاستقرار والاستمرارية والنجاح النسبي، وصوت للإصلاح الواقعي وليس للخط الذي يمكن أن نسميه هو ثوريا أو راديكاليا أو متجذرا بحكم خصوصيات المرحلة بعد تراجع مسار التغيير والإصلاح والثورات العربية، وبحكم خصوصية النظام المغربي حيث تلعب مؤسسة القصر دورا مركزيا. طيب أستاذ كمال خليك معي، سأعود إليك. صلاح البكوش، أستاذ صلاح البكوش مرحبا بك مرة أخرى. العدالة والتنمية رفع شعار الإصلاح في ظل الاستقرار، هل كان هذا الشعار هو أحد أهم أسباب نجاح الإسلاميين وبقائهم للمرة الثانية في الحكم؟ لا أعتقد أنك لها أي تأثير. أعتقد أن الشعب المغربي ترى بما أنه ليس هناك فروق جوهرية كما اتفقنا في البداية بين الحزبين وما يمكنهما القيام به عمليا في ظل هذا الدستور، أعتقد أنه قرر الإبقاء حزب بن كيران. لماذا التغيير إذا كان الجميع يعتقد بأن الآخر لا يستطيع أن يحقق أكثر من ما حققه حزب العدالة؟ ولكن أعتقد أن التصويت المتدني في هذه الانتخابات ربما يكون مؤشرا على أن المغاربة يعتقدون بأن السياسة الكبرى أو القرارات السياسية الكبرى والاقتصادية داخل البلد ليست في يد الحكومة. هذا الأساس، هذا التراجع عن في مستوى الناخبين، وربما طيب ليس تراجعا كبيرا أستاذ صلاح، ليس تراجع كبير. 2011 كانوا 45، 2016 43%، يعني مقبولة في الجو العام. يعني تراجع كبير، ولكن أنت بدأت في 2011 بأقل من 50% من الناخبين، والآن تدنت أدنى من ذلك. لا ندري ما الذي ستكون عليه بعد خمس سنوات إذا استمر هذا الحال. وأعتقد أن ربما أو القصر سوف ينظر الآن بعد جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية من الاستقرار وانعدام العنف الانتخابي والسياسي، ربما سيحاول أن يعطي الحكومة
صلاحيات أكثر، وهذا ربما سيشجع أن على المشاركة إذا رأوا أن هناك أشياء مهمة على المحك في اختيارهم. هل بتقديرك أستاذ صلاح، هل هذا الشعار الإصلاح في ظل الاستقرار شعار قابل للتصدير على الأقل لدول الجوار؟ بالطبع، لا أعتقد الجميع، ونحن هنا في ليبيا ننظر إلى التجربة المغربية بكثير من الاهتمام، وأوضحت بأنه تحت ظروف معينة يمكن لما يسمى بالتيار الإسلامي السياسي أن يحكم بدون أن يدخل البلاد في فوضى أي سياسات متطرفة، وهذا ما أثبته أعتقد بن كيران في المغرب. ربما نستطيع أن نتحاور ونختلف حول هل هو مضطر أم بطل في ذلك، ولكن على العموم أعتقد أنها تجربة جديرة بالاهتمام، ولا زالت التجربة مستمرة. شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح بكوش الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من طرابلس. أستاذ كمال بن يونس، لو نقارن بين نتائج العدالة والتنمية ونتائج حركة النهضة في انتخابات 2014، كلاهما ذو مرجعية إسلامية، النهضة في انتخابات 2014 بعد أن حكمت ثلاث سنوات، ليس خمس، ثلاث سنوات فقط، تراجعت بما يقرب من 600 ألف صوت يعني في الانتخابات 2014، في حين أن العكس تماما حصل عند الإسلاميين هناك في المغرب، العدالة والتنمية زادت الأصوات بما يقرب من 500 ألف، نفس الأصوات تراجعت في تونس وازدادت إلى رصيد الإسلاميين هناك 1,800,000 صوت صوتوا في هذه الانتخابات للعدالة والتنمية. ما دلالة ذلك بتقديرك؟ يعني أين أخطأ النهضة وأين أصابت العدالة والتنمية؟ يعني سياسة للتجربتين التونسية والمغربية، مع العلم حسب ما أتوقع أو حسب ما أعلم أن الإسلاميين في تونس أو النهضة في تونس خسرت حوالي 300,000 صوت وليس 800,000. هو الحسابات كانت 1,500,000 في 2011، 1,500,000، لا 1,300,000. على كل حال حصلت على 900,000 فقط تقريبا في انتخابات 2014، يعني نزلت من حوالي 37% الى 31%. نعم. طبعا الحكم ثم خصوصيه التجربه المغربيه، اعتقد انه بالنسبه لصانع القرار في الداخل والخارج بما في ذلك رجال الاعمال او المخزن او السياسيين واللوبيات الماليه والاعلاميه في تونس وفي المغرب تختلف الاوضاع، لانه في المغرب هناك ضمان الاستقرار، المؤسسة الملكية ومؤسسة القصر، ثم براغماتية وكاريزما رئيس الحكومة وعبد الله إله بن كيران والفريق الذي عمل معه، والذي عمل بالمناسبة في مسار شبيه بالمسار التونسي وهو مسار التوافق تحت إشراف الملك. نعم. مكنه من معالجة ملفات حساسة طمأنت رجال الأعمال وطمأنت ربما قطاع عريض من النخب، ومكنت رئيس الحكومة المغربي من أن يتخذ قرارات أكثر جرأة من التي اتخذتها حكومة حمادي جبالي وعلي العريض في تونس، بما في ذلك قرارات أرضت رجال الأعمال وأرضت صناع القرار الكبار فيما يخص سن التقاعد وفيما يخص العلاقة مع النقابات. تونس هناك لعبة دولية أكبر، هناك النخب المعارضة للتيار الإسلامي كانت أكثر قدرة، ثم من بين الفروقات بين تونس والمغرب أن الإسلاميين الذين شاركوا في الحكم في المغرب وفي الحياة السياسية في المغرب كانوا عموما دوما على الأرض في المغرب، بينما في تونس الإسلاميين وشركائهم في الترويكا كانوا من السجناء السياسيين والسابقين. نعم. والحقوقيين الذين كانوا قبل 30 عاما خارج تونس. طيب. السجون أو المنازل. أستاذ كمال، ونحن نضرب في هذه المقارنة بين تونس وبين المغرب، طبعا هناك الملف الاقتصادي كذلك في تونس، في شيء سموه المصالحة الاقتصادية اللي دعا لها رئيس الباجي قايد السبسي وأيدتها حتى حركة النهضة في المغرب. شيء هناك شيء شبيه من ذلك، التصريح الشهير لعبد الله بن كيران حينما قال وهو يتحدث عن الفساد ولوبيات الفساد، قال عفى الله عما سلف. هل أن هذا الشعار الذي قاله ونوعا ما عمل به يقول الكثير، هل هو كذلك ضمن الأسباب التي يسرت وسهلت إعادة انتخابه في المغرب مرة أخرى؟ أنا إذا اعتبرنا أن من شروط التقدم والتنمية الاقتصادية تحسين مناخ الأعمال
في تونس حكومة الترويكا حاولت أن تحسن مناخ الأعمال مقارنة بالعام الذي سبقها في عهد حكومة باجي قائد سبس الأولى، وتحسنت نسب النمو. لكن في المغرب حكومة بن كيران بدعم من القصر حسنت مناخ الأعمال بقوة، وأرضت رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والعربي، لدرجة أن البعض يتحدث عن 2000 ما بين 2000 و 3000 مؤسسة تونسية أو تونسية أوروبية انتقلت من تونس إلى أوروبا، وكذلك مؤسسات عملاقة مثل رينو وشركات صنع الطائرات التي استقرت في تونس انتقلت إلى المغرب. نعم. مناخ الأعمال نجح فيه بن كيران أكثر مما نجحت فيه حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض، لكن للأسف أن حكومة الترويكا لم تشعر بالاستقرار، فكانت عرضة للهرسلة والضغوطات الإقليمية، وكانت ليبيا المجاورة ترسل لهم مليون لاجئ، ونصف موارد تونس من العملة الصعبة غير المصرح بها التي كانت تأتي من ليبيا فقدتها تونس بعد سقوط القذافي وبن علي. المناخ مغاير، لكن التوجه العقلاني لحكومتي تونس وبن كيران هناك نقاط التقاء بينها، بما في ذلك اعتقد فيما يتعلق بالمسار التوافق بين العلمانيين والاسلاميين المعتدلين. شكرا جزيلا لك سيد كمال بن يونس الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من تونس. الان مشاهدينا الكرام ارقام للتواصل معنا تظهر على في الشاشه، يمكن التواصل معنا بعد ربما 5 دقائق من الان للتدخل في هذا الموضوع. انتم كيف تنظرون الى هذه التجربه المغربيه، وكيف يمكن الاستفاده منها على المستوى المغاربي وحتى العربي؟ ورحب الآن بانضمام الأستاذ محمد المبارك القيادي في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعروف اختصارا تواصل، معي من نواكشوط عبر الهاتف. أستاذ المبارك مرحبا بك، كيف تابعتم نتائج انتخابات المغرب، وما هي قراءتكم لهذا التجديد الثاني لحزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. بداية نشكر قناة المغربية على هذه الفرصة. بداية أعتقد أن الانتخابات المغربية أرسلت رسائل عدة، رسائل داخلية ورسائل خارجية. بالنسبة للرسائل الداخلية، أنه أستاذ محمد المبارك نحن الوقت ضيق جدا، خلينا في الرسائل الخارجية لو سمحت. في الرسائل الخارجية أحسن. إذا نبدأ بالرسائل الخارجية، أنه هذه الانتخابات جرت في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، كدليل مؤشر ودليل وبرهان على قدرة الأحزاب الوطنية المرجعية الخلفية الإسلامية على قدرتها على إدارة العملية السياسية وحتى لو كانت في السلطة. اثنين، أنه نجاح للشعوب في المغرب العربي ممثلة في الشعب المغربي الشقيق في هذه التجربة الرائدة، كدليل ونموذج لكل العرب على قدرتهم على تداول السلم على السلطة. وهي مسألة تكذب إلى حد كبير المقولة الشائعة عن الشعوب العربية عن عجزها عن التداول على السلطة وعجزها عن ممارسة الديمقراطية السليمة. الرسالة الثانية هي رسالة إلى القوى الدولية المكابرة والتي تنظر إلى الشعوب العربية على أنها قاصرة وبحاجة إلى وصي شرعي. نعم. حتى طيب. يعني تصل إلى مستوى الديمقراطية الحقيقية. أستاذ محمد مبارك عذرا، البعض قال أن العدالة والتنمية قدم نموذجا للحزب ذو المرجعية الإسلامية الذي يقبل وصول اللعبة الديمقراطية ويؤمن بتنوع المجتمع. بتقديرك هل هذا هو السبب في بقائه في الحكم للمرة الثانية؟ نعم، هذا من هذه من الأسباب، ومن الأسباب أيضا أنه حزب وطني يخدم شعبه، وأنه أيضا يتناغم مع واقعه ويعالج واقع الذي يعيشه، وهذا هو المطلوب من الأحزاب السياسية بشكل عام ومن الأحزاب الجادة للمرجعية الخلفية الإسلامية التي برهنت على في أكثر من مرة على أنها قادرة حتى ولو كانت في السلطة على أن تنظم انتخابات شفافة، انتخابات يشهد الجميع بشبابيتها، وأنها حتى ولو كانت متضررة منها. وهذه حالة غريبة أن نلاحظ أن الحزب هو الحاكم في السلطة، بعض الأحيان لديهم لحظات على هذه الانتخابات ويشكو من ظلم هنا وهناك. وبالتالي فهذه تجربة رائدة
طيب دليل واضح. محمد المبارك استاذ محمد المبارك، انتم في في موريتانيا هناك حوار دعا له رئيس الجمهوريه محمد بن عبد العزيز، البعض شارك والبعض انقطع، كيف يمكن لهذه التجربه الحاصله في المغرب استنساخها وانتم على الحدود هناك مع المغرب؟ بسيط جدا، نحن عندنا مشكله، نحن عندنا مشكله انه النظام لا يختلف، انه النظام حتى الان لم يقتنع بقواعد اللعبه السياسيه، لم يحكم صندوق الاقتراع لنادي كفايه، لو كان هذا موجود كانت اللعبه سلسه. وبالنسبه للمغرب، المغرب تميز بانه الملكيه الدستوريه انها تؤمن بالتداول السلمي على السلطه وفتحت المجال لكل الاطراف السياسيه للتنافس على والاحتكام الى صندوق الاقتراع. اما لدينا هنا فلدينا انظمه نظام امتداد لانظمه سابقه، نظام لا يقبل التداول السلمي على السلطة. طيب واضح. لا يقبل حتى الحوار ولا يقبل حتى الاحتكام إلى صندوق الاقتراع. فنحن على سبيل المثال آخر الانتخابات التي شاركنا بها كحزب سياسي عانينا فيها كثيرا من الظلم، وعانينا فيها كثيرا من استعمال الإدارة واستغلال السلطة واستغلال النفوذ واستغلال كل الوسائل. وما حصلنا عليه هو حصلناه بانتزاعا وليس باستحقاقا، نحن نستحق اكثر مما حصلنا واضح. في هذه الانتخابات واضح. لكن نعتبر اننا انتزعنا من خلال العمليه السياسيه التي شاركنا بعض المكاسب التي نرجو ان تضاعف نعم. طيب. المستقبل من خلال اصلاح سياسي، من خلال حوار سياسي واضح جدا. شكرا لك. شكرا لك أستاذ محمد محمد المبارك، القيادة في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعروف اختصارا بتواصل. كنت معي من نواكشوط عبر الهاتف مشاهدي الكرام، مباشرة إلى فاصل قصير ثم نعود للتواصل معكم وبداية الحديث إلى من سيتصل بنا الآن، لا تغادرونا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، مباشرة أشرع في تلقي الاتصالات، معي الأخ ساخي من سيدي سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أنا غادي نلخص لك شنو ما جرى في هذه الانتخابات ببساطة. أولا سبب ديال النجاح ديال العدالة والتنمية هو المغاربة أنهم أرادوا استمرارية. هذه نقطة الأساس. ما عندها علاقة لا مع إسلاميين ولا اشتراكيين ولا، أنهم أرادوا الاستمرار في هذا العمل اللي بدوا فيه. هذه هو. وواحد النقطة الأساسية من أسباب الهزوف المغاربة على انتخابات، هناك فكرة عندهم في الدماغ ديالهم من قبل أن المخزن كيدخل فهذا والملك يعين الوزراء. أنا تمنيت أن الملك في هذه الفترة إن شاء الله ديال هذا النجاح هذا ديال الحكومة هذه أنه ما يتدخلش في تعيين الوزراء، بس حتى لأن الشعب غادي إيه الملك ما يتدخلش يا ساخي، الملك هو رئيس الحكومة يرشح مجموعة فريقه الحكومي والملك يوافق عليه. لا بعض المناصب حتى أي بعض الوزارات السيادية يرشح رئيس الحكومة أشخاص لوزارة الداخلية أو لوزارة التربية مثلا، والملك يعين ممن من الأشخاص الذين رشحهم رئيس الحكومة، هناك تشارك يعني. ولكن الباقة العقلية عندنا حنا ديال المغاربة كنقول أن الملك اللي كيعين، ألوغ ما عندناش عندهم شي سلطة باش نحاسبوهم، لأن بحال دابا وزير الداخلية شكون غادي يحاسبو؟ وزير الأوقاف شكون غادي يحاسبها؟ إذا خصنا الشعب يثق بأن فعلا راه واضح هو اللي اختار واضح ونخشي حاسبهم. طيب شكرا لك ساخي، اسمح لي على المقاطعة لو في اتصالات كثيرة، بارك الله فيك، إن شاء الله فرصة أخرى غدا ولا بعد غد. إبراهيم الدار البيضاء. يلا تفضل يا إبراهيم. إبراهيم طيب بعد إبراهيم من معنا؟ طيب يبدو أنه ساخي راح وإبراهيم كذلك لم يستطع البقاء والانتظار. من معنا بعد إبراهيم؟ الأخ عثمان، مرحبا عثمان.
يا عثمان. نعم. تفضل انت على الهواء مباشره زقوره. نعم مرحبا. تفضل. السي سمير. نعم تفضل تفضل يا اخي. سي سمير معك عثمان زقوره. مرحبا نحكي لي بالتليفون، احكي معايا بالتليفون، ابعد على الهاتف على التلفزه شوي لو سمحت. نعم سي سمير. نعم تفضل انت على الهواء مباشره. مرحبا. يلا سي سمير معك عثمان من زقوره. مرحبا. إيه الله يخليك. بغيت نهضر لك على الانتخابات بعدا. اولا تنهني حزب العداله والتنميه على التصدر ديالو للانتخابات ديال 7 اكتوبر. نعم. الو. يلا يا اخي عثمان تكلم ابعد على التلفزه، ابعد ابعد شويه. ما عنديش تلفزه، ما عنديش السيسه، ما عنديش اخي. حيد التلفزه. سي سمير تنهني حزب العداله والتنميه على الفوز ديالو في الانتخابات ديال 7 اكتوبر. نعم. وتنخبرك السي سمير انه شي ناس تيقولوا خايفين على القطبيه الحزبيه. نعم. انا تنقول لهاد الناس هادو القطبه السياسه لا خوف عليها، لانه واحد المشكله راه هضرت معك واحد اليومين هادي، عندنا المشكل ديال ربعه الاحزاب ديال الحزب الاشتراكي والحزب ديال الاستقلال وحزب الاحرار وحزب الحركه الشعبيه. نعم. الى هاد ربعه الامناء العامين مشاو في حالتهم، خلاو هاد الاحزاب ترونكيل، ما غاديش تكون عندنا القطبه الحزبيه وغادي يرجعوا هاد الاحزاب ممتازين من ذاك الشيء الرفيع. المشكل ديال العداله والتنميه، العداله والتنميه السي سمير راه خدموا مزيان. واضح واضح جدا. خدموا مزيان عثمان، خدموا مزيان، ولذلك الشعب اختارهم مره اخرى. هذا هو هذا ماذا تريد ان تقول يعني؟ نعم سيدي. وخدموا واضح. الوزراء ديالهم ما عندهم شي حاجه. واضح يا اخي عثمان، شكرا لك، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر. حميد من فاس الان. الو. مرحبا يا حميد تفضل. انا بغيت نقول لكم على حساب فوز ديال الحزب ديال العداله والتنميه، كتستاهل وكتستحق، وكنظن هذه اراده الشعب اللي بغى العداله والتنميه، لانه حزب وطني وحزب اللي عمل انجازات واصلاحات البلاد، وحزب يناهض احزاب التحكم اللي هي معروفه الصعيد المغربي. واضح. وكنظن كتمثل في جل الاحزاب، واللي بغينا دابا الميساج للسيد بن كيران اللي هو رئيس الحكومه المقبل، على اساس انه سميتو ما يتخلاش على القطاعات الاجتماعية. واضح واضح جدا حميد. حميد شكرا لك، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر. واسمح لي على المقاطعة. محمد من خريدلة. محمد. نعم خويا. تفضل يا أخي أنت على الهواء مباشرة. حياك الله يا أخونا الكريم. الله يحييك، مرحبا. كنشكر وكنشكر الطاقم ديال المغاربية، بارك الله فيك. والمغاربية راه زعما كنورت المشهد السياسي. أما الانتخابات راه المغرب بغى واحد الاستمرارية ديال هاد الناس باش نشوفوا واش غادي يديروا. لحقاش كيقول لك الانسان انا ما عطونيش الوقت، دابا عندك الوقت. اما من ناحيه المخزن راه كل واحد في البيت ديالو راه مخزن، اللي مزوج عنده اسره راه مخزن، ما يمكنش يخليها مثلا تخرج على الطريق. هذا كيقول لك المخزن، المخزن ما تدخلش، ما كاينش التدخلات ديال هذه ولا هذا، ولكن كيشوف واش هذا صالح. راه كيتذاكر مع الوزير الاول، يا ودي هذا راه صالح، هذا ما يصلحش، ما يصلحش ليك. واش تجيب مثلا انت عندك اربعه الاولاد، واحد الدري فيهم ما مزيانش، وديروا مثلا تكلفوا بشي حاجه ما مزيانش. راه المغرب نضج مزيان وكيتشاور. حنا اللي ربحنا وهي مثلا الاستجاره بيناتنا، وبغينا مثلا الحمد لله هادشي يستمر وما يبقاوش هاد النزاعات وما يبقاوش هادي ينزلوا قدام. نعم. راه المغرب، المغرب الكبير في حاجه الوحده. صحيح 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 يا محمد، شكرا لك، بارك الله فيك على المشاركه. فؤاد من فرنسا. السلام عليكم. سلام فؤاد تفضل. سلام. غير واحد التذكير، ان على ما نظن ان عنوان الحصه هو تاثيرات هذه الانتخابات على المجتمع العربي و... لا مش العربي، لا مش العربي، بس المغاربي، يعني دلالاتها في المغرب العربي المغاربي. انا نستنتج من هذا الانتخابات كاين واحد ثلاثه ولا اربعه ديال تاع الرسائل اللي قدر يعطيها المغرب، مش لنفسه وجميع المغرب العربي على كل حال. النقطه الاولى هو ان الاحزاب الاسلاميه لم تعد الفزاعه التي كان يستخدمها الغرب ضد الدول العربيه والمغربيه، المغاربيه بناحيه عامه، ولم تعد الفزاعه ضد المستثمرين.
سؤال رسالة ثانية هو أن الرسالة هي لزعماء المغرب العربي وعليهم أن يفتحوا مجال ديمقراطية للشعوب لتعبر عن اختياراتها وعن انتماءاتها. النقطة الثالثة هو أن الشعوب المغربية لمسنا فيها واحد النضج سياسي، سواء أنهم شعب أو حركة أو نخبة، كان واحد النضج. هذا النضج هذا خصنا نستغله سواء في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو في جميع الدول العربية المغاربية. هذا النضج هذا خصنا نوظفه للنهوض بالمغرب العربي على وجه عام. والنقطة الرابعة ولا الخامسة ولا رغبات اللي نقدر نقولها، أن احنا كدول مغاربية عندنا انتماء إسلامي، هي من طبيعة الحال أن ماشي غادي نصوتوا باغ ديفينيسيون الأحزاب الإسلامية، وإنما كان هذا الانتماء الإسلامي وهذا التعاطف مع الأحزاب الإسلامية. زيد على ذلك أن الأحزاب الإسلامية تخدم للصالح العام، عندها واحد الصالح العام، عندها واحد الحس قومي ولا إسلامي، ولا أنهم يراقبوا نفسهم قبل ما يراقبهم الشعب ولا يراقبهم واحد آخر. واضح. دونك فيهم شيء من 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 المراقبة الذاتية، خلينا نسموها هكذا. المراقبة الذاتية. الله يرحمه. شكرا يا فؤاد، بارك الله فيك على المشاركة. حميد الدار البيضاء. السلام عليكم أخي سمير. وعليكم السلام، مرحبا. تحية لكم وتحية الطاقم الإذاعي. الله يحييك، تفضل يا أخي. أخويا احنا أولا كنهنيو حزب العدالة الفلمية على النجاح في هاد التحقيقات اللي كانت نديرو مشرفة، وكنشكرو كاع الناس اللي صوتوا على هذا الحلم باش تكون واحد الاستمرارية إن شاء الله. ومن جهة أخرى كنقولو أن حتى الناس اللي كان عندهم عزوف على الانتخابات كانوا لربما أنهم وجهوا رسالة، يعني لما كل الناس غنصوتوا على هذا الحلم راح ما نوافقش على حزب آخر، يعني ما غنعطيوش صوتنا في اتجاه آخر. وإن شاء الله إحنا كنتمنى من هاد الولاية الثانية إن شاء الله يكون عندها نتائج اللي غتعكس إن شاء الله على الشعب المغربي. وتحية لكم وتحية لكاع المستمعين أخي سمير. شكرا لك يا حميد، بارك الله فيك. صالح من وجدة. السلام عليكم الأخ الكريم. سلام ورحمة الله. أولا بدا أهني يعني القناة على يعني انفتاحها على قضايا المجتمع المغاربي بصفة عامة. بارك الله فيك. وبالنسبة يعني الارتسامات اللي موجودة على الانتخابات التي عرف المغرب 7 أكتوبر، يعني دعني أولا أقدم بعض الملاحظات على اعتبار أنه يعني نعم يعني في البداية هناك يعني العزوف ديال المشاركة بحيث أنه يمكن يا صالح، أخ صالح. نعم. أعطينا نعم. رأيك أنت كيفاش هذه التجربة المغربية العزوف وما عزوف كله مضى الآن، في نتائج وخلاص يعني بتقديرك أنت كيفاش يمكن الاستفادة من التجربة المغربية مغاربيا في المغرب الكبير؟ يعني حقيقة يعني هناك يعني المغرب خطى خطوات كبيرة يعني اتجاه دمقرطة يعني تسير الشأن المحلي والوطني، ونتمنى أن يعني باقي الشعوب يعني المغاربية تخذوا نفس الحدو يعني، وحتى على مستوى الحكومات يعني المغربية، حتى نتمكن من تحقيق تلك الفكرة ديال المغرب العربي الكبير، ونعطي أكثر يعني يعني حقوق للشعوب والأحزاب التي تمثل الشعوب. نعم. باش تكرر بنفسها يعني في المصير ديالها. طيب. كما هو النموذج المغربي. شكرا جزيلا اخي صالح، بارك الله فيك. طبعا نذكر الخطوط مفتوحه للجميع، ليس فقط المغاربه، لان الموضوع المغرب الكبير، ولذلك من اي مكان يتصل المتصلون فالمجال مفتوح لهم. محمد من الجزائر الان. السلام عليكم. سلام اخي محمد، تفضل. خويا نهنيو بن كيران في الانتخابات، بصح انا نوصيهم خليوه يخدم، خاطر الصلاحيات ماهوش يدو. الصلاحيات راهو عند الملك، عند الملك حاكم كلش. الملك يعطيو صلاحيات باش يخدم، ما يقعدوش يعرقوا لولو وما يديروش كيما دار في الجزائر. احنا داروا الانقلاب، وبعد راك تشوف الانقلاب انا خلصوا فيه من 91 اللي هنايا خربوا لنا كاع البلاد، فرقوا لنا كاع البلاد. يخليو بن كيران يخدم، انسان صالح ويخدم. واش هي باش يحكم هذوك العلمانيه اللي راهم يظلوا يتبعوا فيه وكذا، يحكمهم بالفساد. اللي يدير الفساد يشارعوه، هذه الخطة تاعهم باش ينجحوا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا محمد، بارك الله فيك. حميد من فرنسا. عليكم. وعليكم السلام. يا اخي بغيت ندخل باش نعطي الراي ديالي في التاثير ديال الانتخابات المغربيه في الصعيد المغاربي. نعم.
تفضل. ما نظنش غادي يكون شي تاثير على اعتبار ان الانظمه ماشي بحال بحال. هناك انظمه جمهوريه في اغلب البلدان المغاربيه. نعم. والمغرب ملكيه. ولكن نظن بان بن كيران خرج قوي مع الانتخابات. حتى في المناقشات مع القصر غادي يكون واليوم راه يعرف كواليس لو بوفوار كما نقولوا في المغرب. نعم. فاذا نظن بان المره هذه غادي ينتزع بعض الصلاحيات اللي كانت الى حد الان في الملك، كالتعليم كالصحه ك واضح. شكرا عبد الحميد، بارك الله فيك. عبد العالي من الرباط. اهلا سيدي سمير. مرحبا بك يا استاذ، تفضل. خويا انا بغض النظر عن الفائز في من الاحزاب، انا ارى ان هذا تكريس للتقاليد الديمقراطيه ما احوجنا في الدول العربيه والمغاربيه لتكريسها قدوه للدول الغرب. نعم. انا ارى انه حان الوقت لكي نلعب ورقة الديمقراطية وورقة التنمية. كفانا من الغوغاء. أنا يحز في نفسي والله عندما أسافر وأجد أن البون شاسع بين أوطاننا وبلداننا العربية. شكرا لك أخي سمير. شكرا عبد العالي، بارك الله فيك. الأخ محمد من الرباط. السلام عليكم اخ سمير. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم بزاف، بارك الله فيك. شكرا. كنوصفكم بان انتم بحال الحزب ديال العداله والتنميه، فرق ما بين المغاربيه واذاعه الشروق الجزائريه. اذاعه الشروق الجزائريه بحال جميع الاحزاب المغاربيه القدام، احزاب ديال تزمان مارت اللي صنعوا السجن ديال تزمان مارت في الجنوب. بالنسبه بالنسبه للحزب ديال بالنسبه للشعب المغربي ما كانش متحزب، كان متبع الله الوطن الملك. نعم. ودابا حزب العداله والتنميه، جا حزب العداله والتنميه هو اللي حزب الشبيبه في المغرب من 2000 لهنايا، يعني اعادهم للسياسه يعني. بالنسبه لحزب العداله والتنميه هو اللي علم ورى المغاربه بان هو اللي وراهم السياسه. وتهضر بالدارجه، توصل المواطن اللغه الشعبيه. بالنسبه للاحزاب القدام اللي كانوا تهضروا باللغه العصريه، ما توصل المواطن حتى جميع المواطنين المغاربه. نعم. تبان لهم الهضره كان الملك داير بروتوكول في البرلمان، حتى واحد داير اللعبه ديالهم، حتى واحد ما تيفهم شي حاجه. جات العداله والتنميه وصفت المغاربه الطبقه الضعيفه، وصفت لهم بان هذه هي السياسه وهذه هي الحكمه ديال بن كيران والمجموعه ديالهم. شكرا محمد، شكرا لك، بارك الله فيك. خالد من الرباط كذلك. خالد موجود ولا راح يا شباب؟ موجود معك. الو، السلام عليكم. يلا تفضل يا خالد. وعليكم السلام. شكرا على البرنامج وشكرا على المواكبه للانتخابات التي حصلت في المغرب. نعم. اود يعني ان ابدي رايي حول هذه الانتخابات، وخصوصا ان يعني ما نسمعه عن التغيير الذي حدث في المغرب بفعل يعني صعود حزب العداله والتنميه، انا من تجربتي ومن الواقع لا ارى يعني اي تغيير حاصل في البلاد، خاصه في القطاعات الاجتماعيه. اللهم يعني ما نسمعه عنه يعني من كلام الواقع يكذبه تماما. واخوف ما اخاف في الحقيقه هو ان تكون التجربه يعني مجرد يعني ماكياج او ديكور يمكن ان يزول، او سحابه صيف ان صح التعبير، يمكن ان يزول يعني او ان تظهر حقيقته بعد 5 سنوات التي يعني سيقضي هذا الحزب في الحكومه المواليه. فأرجو ما أرجو من الله هو أن تكون فعلا هذا التغيير أن يكون تغييرا حقيقيا، لأنه كما ورد عند مجموعة من المتدخلين أن الصلاحيات الحقيقية هي في يد الملك، وأن هذه الأحزاب لا تعدو أن تكون يعني مجرد يعني قول أدوات إن صح التعبير
للتبادل على السلطة من واضح يا خالد، ليس الأمر بالشكل الذي تصوره. صحيح السلطة بيد الملك ورئيس الحكومة يقول أنه رئيس الدولة هو محمد السادس، لكن الدستور الجديد أعطى صلاحيات لرئيس الحكومة. الملك في المغرب لا يستطيع حل الحكومة يعني، وهذه من الأشياء التي لم تكن من قبل، فليس الأمر بهذا الشكل أو بهذا التصوير. هناك صلاحيات تحتاج إلى التعميق، تحتاج إلى التوسيع، ولكن طبعا تصحبها المسؤولية، تتابع يعني لأن الصلاحية تتبعها المساءلة والمسؤولية. شكرا خالد، بارك الله فيك. عبد الله بن مكناس الآن. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. عفاك، عندي جوج نقاط بغيت ندخل فيهم. تفضل. النقطة الأولى، المتدخلين تيقول لك الملك هو اللي عنده السلطة وداك الشيء، واش الملك ولا سوبر مار غيخدم بوحدو؟ راه الملك راه خص اللي يعاونو، وهاد الحكومه هادي راه في هاد الاطار هادي غادي تخدم، يعني غادي تكون في مع الملك غيخدموا المغرب. نعم، يعني الملك فهو حاكم، اذا ولا شاف شي انزلاقات ولا شي حاجه كيرد الامور للطبيعه ديالها. واضح. اذا كفانا باش ما نبقى نقول الملك راه انسان بحاله بحال البشر، ماشي شي واحد خارق اللي بوحدو غيخدم، يعني خصو رجال معاه يخدموا معاه. هذه الاولى. والنقطه الثانيه اللي يخليك هو ان النظام كما بغى يكون تتكون من الاغلبيه ومن المعارضه. وكنطلب من الناس انهم ما يشيطنوش الحزب الاثار والمعاصر. الاثار والمعاصر مكون من المغاربه. نعم. يعني ناس ماشي جاوا من شي قاره اخرى ولا جاوا من شي بلاد اخرى وكونوا حزب. نعم، خاصه وان حزب الاثار والمعاصر بالعدد يعني ضاعف المقاعد، يعني مقابل العداله والتنميه زاد تقريبا 18 يعني مقعد فقط. عنده الناس متعاطفين معاه. نعم. في البلاد عندهم قاعده شعبيه. نعم نعم، اذا هما غيشكلوا المعارضه. ملي كتكون معارضه قويه غادي تحتمل الاغلبيه انها تخدم، وغادي تاخذ بعين الاعتبار في مصلحه البلاد بصفه عامه. نعم صحيح. شكرا عبد الله، بارك الله فيك. الاخ محمد من الرباط الان. عبد الله تفضل. مرحبا اخي سمير، كنشكرك وكنشكر قناتكم بزاف. بارك الله فيك. مرحبا. وكنتمنى المغرب الكبير يكون بحال المغرب بحال هكا، يكون ديمقراطي، ما يكونش فيه تدخلات الشك فيها، فهم. اتمنى كلشي من دي من كلشي اديسين ديمقراطي ميتيا، لي موريتانيا، تونس، ليبيا، المغرب الكبير عامه، ثوره المزيغ شوي، كلشي خص اديسين ديمقراطيه الشفافيه، لانه خصهم يفهموا كما قال لك واحد السيد قبل، قال لك العداله كتهضر بالدارجه تفهموا الشعب. فعلا كانت الاحزاب اخرين قبل كيهضروا بالفصحى، ما كيفهموا الناس حتى حاجه، كيشد هذا كيشد هذا العام اخر، هذا باين كلشي للمغاربه. نعم، العداله خدمات كما ينبغي. شكرا جزيلا لك اخي محمد. بوطيب بن وجده الان. السلام عليكم الاخ الكريم. السلام ورحمه الله. والله بالنسبه للموضوع ديال اليوم، النتائج ديال الوداله على المغرب العربي بالعكس ذابت اكثر من المغرب العربي، ولا حتى الامارات والخليج وكل من كانوا يعادي الاسلام. الان وقف على كما نقول على الجد. اظن هذه التجربه ربما تكون هي الرافعه الاولى والخطوه الاولى لعوده التيار الاسلامي في جميع الدول العربية تقريبا. كل من طيّر الإسلام الذي حطمه بغير ديمقراطية كمصر وليبيا وتونس إلى غير والجزائر، أغلبهم على يد العسكر. أظن أن نهاية العسكر سوف إن شاء الله تقترب بما قرب بحول الله نهايتهم كاملا. الوضع سهل وسهل جدا. الموضوع هو حماية الصناديق، حماية الأصوات، هذا هو الأساس. إن شاء الله يكون المغرب هو الرافع، هو إن شاء الله القدوة الحسنة. كان هناك في تونس البوعزيزي هو اللي نهض بالثورة ديال الربيع العربي. أظن أن الثورة الإسلامية، أظن الثورة الإسلامية الجاية إن شاء الله سوف تبدأ من المغرب بحول الله وتصل إلى الإمارات بحول الله. شكرا. شكرا أبو الطيب بن وجدة، بارك الله فيك على المشاركة. مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية المشهد المغاربي. موعدنا بحول الله يتجدد غدا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.